دراستي تبدأ من قبل هاكاثون. كانت عندي فكرة أنه راح يكون عندي شركة، ولكن لما عمري يكون 40 سنة دخلت الهاكاثون والحمد لله قبلت فيه. وجدت أنه بعض أعضاء الفرق بأعمار قريبة لعمري وعندهم شركات، كانت صدمة بالنسبة لي. فنهاية الهاكاثون حصلت أحد المرشدين والجالس لوحده، فرحت له على طول وسألته، قلت له أنا طالب جامعي أبغى أفتح شركة ناشئة، أتوقع ينفع؟ أعطاني بعض القواعد والأساسيات اللي أمشي عليها، ساعدتني جدا. ومن بعدها عقدت الرأي. أتذكر أنا طالع من الهاكاثون قلت لصاحبي جملة، أنا دخلت هنا بأولويات وخرجت من هنا بأولويات مختلفة تماما. الحمد لله بعدها شاركت في تحدي عالم الناسا، تحدي المحميات البحرية، وشاركنا في جهازنا اللي هو يساعد في أتمتة حماية المحميات البحرية. أهلنا عالمين ولله الحمد. بعدها انتقلنا إلى معسكر ريادة الفضاء السعودي، كانت الشركات المشاركة في هذا المعسكر من على مستوى العالم. الحمد لله من الصفر أخذنا المركز الأول، انتقلنا بعدها إلى مسرعة أعمال تابعة لهيئة الاتصالات الفضاء، والحمد لله إحنا حاليا شركة سعودية مسجلة. زي ما الهاكاثون غير مفاهيم عندي، أنا متأكد أن الهاكاثون حيغير مفاهيم عندك.